عبده ايه اسم ناشط سياسي مستقل ينتمي لاي حزب او تيار سياسي. يوم الحد يوم السبت فجر الحد تم اعتقال نقيب متقاعد حسن بهجت، هو الاب الروحي لثوار ميدان التحرير. يعني كل الشباب اللي زيي في ميدان التحرير بيقولوا له يا بابا، هو الاب بالنسبه لنا. احنا طبعا خبراتنا السياسيه او الوعي السياسي اللي عندنا مش قد كده، بنرجع له في اي حاجه، بنساله عن اي سؤال، لان هو راجل صاحب تاريخ سياسي، تاريخ عسكري، نقيب متقاعد هو، وزائد انه كان مدير مكتب اي بي سي نيوز هنا في القاهره لمده 23 سنه. الراجل دوت تم اعتقاله بطريقه ارهابيه من قبل المجلس العسكري، وهو دلوقتي بيتقدم لمحاكمه ان هو التهم الموجهه ليه ان هو كان بيدعي ان هو مسؤول امن الميدان، وان هو بيحرض للشباب على الهتاف ضد المجلس العسكري واهانه المشير. طبعا كلها اتهامات باطله واتهام مرسل. يعني واحد قال للواحد مفيش اي دليل على الكلام ده. احنا بنطالب بالافراج الفوري عن نقيب متقاعد حسن بهجت، نظرا لانه عمره 70 سنه، عنده غلطة بالمخ وشريان بالقلب، بيتعامل معاملة غير أدمية بالمرة داخل السجن. أنا من شباب الميدان ومن الهتيفة ومن اللي بيقولوا للنقيب حسن يا بابا، وإحنا اللي أطلقنا عليه لقب لواء، لأن إحنا كنا شايفين إنه هو أكبر من إنه يكون نقيب، وأكبر من إنه يكون لواء. راجل محترم بعيد عن الكاميرات والإعلام، لأنه عايز يكون العمل خالص لوجه الله. زي ما بقول، تم القبض عليه بطريقه ارهابيه علشان يرهبوا ابنائه من الميدان، واحنا بنطالب بالافراج عنه في مؤتمر صحفي بكره اللي هو السبت الساعه 9 في قاعه عمر مكرم. دعينا كل القوى السياسيه والوطنيه ورموز اعلاميه ودينيه وقانونيه علشان نصيغ بيان نطالب فيه بالافراج الفوري عن النقيب متقاعد حسن بهجت. شكرا. ان شاء الله يخرج بالسلامه. ان شاء الله.